تأمل هيئة تقنية المعلومات بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز أبحاث الاتصالات والمعلومات من تنظيم المؤتمر برمجيات الحرة مفتوحة المصدر النسخة الثالثة للمضي قدما بالمبادرة الوطنية لدعم تقنية المعلومات في السلطنة. تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر لإبراز البرامج التي تعمل ببيئة البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر والتي تستخدمها وزارة الصحة. مسرح الابتكار للأطفال هو عبارة عن برنامج صيفي يقيم في هيئة تقنية المعلومات بالشراكة مع بعض الجهات الحكومية والخاصة. أهداف البرنامج هي زيادة وعي الطلاب بتقنية المعلومات وتطوير برامج في تقنية المعلومات.